طبعا اليوم هذا النشاط يأتي دعما للمرأة العراقية في محافظة صلاح الدين من قبل إدارة المحافظة. احنا حضورنا اليوم مثل ما ذكرت جاء للتواصل مع الأنشطة التي تقوم بها النساء في المحافظة. أول نشاط كان هو افتتاح هذا المعرض. حقيقة الأعمال اللي موجودة رائعة وفيها الكثير من الإبداع، قسم منها يعني رسومات لوحات فنية وقسم منها صناعات يدوية والقسم منها صناعات تجميل أو غيرها، وكل اللي احنا شفناه اليوم حقيقة فشيء رائع جدا ويبعث عن يبحث على التفاؤل بمستقبل زاهر. إذا ما دعمت مثل هكذا نشاطات ممكن أن تكون هناك فعلا يعني معارض مستقبلية لكافة المنتجات، ليس فقط اللي شفناه اليوم لكن في مجالات أخرى. وأنا باعتقادي يجب أن نبحث عن طريقة أخرى بعرض مثل هكذا منتجات يتم صناعتها محليا في محافظة صلاح الدين. نتمنى التوفيق لكل القائمين والمشاركين في هذا المعرض، وإن شاء الله سوف نبقى متواصلين وداعمين قدر ما استطعنا لكل هذه النشاطات، ومن الله التوفيق. اسماعيل خضير هلوب، النائب الأول لمحافظة صلاح الدين. اليوم احنا في قصر الثقافة في مدينة تكريت، معرض للرسومات وللصور، معرض جميل جدا وللأعمال اليدوية. حقيقة صلاح الدين وتكريت بالذات ولادة للطاقات الشبابية والفنية والأدبية، واليوم احنا في هذا المحفل هو اولا افتتاح هذا المعرض، ومن ثم اقامة احتفالية بمناسبة عيد المرأة. هذه المرأة التي انجبت هؤلاء الابطال لها منا كل التحية والتقدير، وشكرا للفرق الموجودة، الفرق الشبابية التطوعية التي ساهمت في انجاح هذا الكرنفال. صلاح الدين بصورة عامة ان شاء الله الامن والامان يوما بعد يوم، وتكريت مدينة جميلة وفيها كما ذكرت طاقات شبابية وفنية. يعني هذه الحقيقة الفعاليات هي لتغيير الصورة المأخوذة على مدينة تكريت وعلى صلاح الدين. نحن ضد العنف وضد الحروب، ولكن فرضت علينا، واليوم الحمد لله تخلصنا وانتصرنا وتحررت المدن، وتشاهدون الحياة المدنية موجودة في تكريت، وإن شاء الله كثير من المعارض الفنية ومن النشاطات الفنية والأدبية والثقافية. جمال عقاب أحمد، مدير إعلام وعلاقات محافظة صلاح الدين. دخولنا بهاي الأعمال اليدوية، عمل النازحات هو من الأعمال اليدوية، الخرز احنا يعني جبنا مجموعة من الطالبات وعلمناهم على هذا الشغل، قاموا يشتغلون والحمد لله صار إنتاج بهذا الشيء. احنا يعني طورنا العمل وسوينا ورشات عمل وشاركنا بمعارض والحمد لله، وحاليا احنا موجودين بالقصر الثقافي هنا في تكريت. أقامت مجموعة من الفرق التطوعية النسوية في محافظة صلاح الدين تكريت والعلم والدور والضلوعية، مشاركات من مختلف الأقضية والنواحي، تجمع النساء لمناسبة عيد المرأة، قدموا جهودهم الفني يعني رغم المصاعب اللي مرت بها المرأة العراقية بدخول داعش، إلى أنه ما زالت تحتفظ بحسها الفني، بروحها المرحة، برغبتها بالتقدم وبالعطاء. قدموا مشاريع على قدر بساطتها لكنها مهمة جدا، صناعات يدوية، لوحات فنية، صناعات بالطباعة على الزجاج، يعني تعكس أنه المرأة العراقية حية مهما تمر عليها ظروف. إجلال وإكبار للمرأة العراقية في عيدها الأغر وللمرأة العالمية. حقيقة هذه المعارض تعكس اللمسة الفنية والهواية المتمرسة الموجودة في ذات كل امرأة تعمل أعمال يدوية، الهدف منها التنفيس عن طاقاتها وإبداعاتها، وأيضا باعتبارها نواة لمشاريع اقتصادية صغيرة ومن ثم ستكون كبيرة لهؤلاء النساء. نثمن كثيرا هذه المعارض التي أقيمت بهذه المناسبة.
ونأمل للنساء المشرفات على هذه المعارض النجاح والتقدم، وحقيقة نشجع كل خطوة، كل مشروع اقتصادي تقوم به المرأة، لأنه سيكون في البداية صغيرا وينتهي إن شاء الله كبيرا، وأن تكون هناك شركة باسم السيدة التي تقوم بهذا المشروع. وهذا ما نأمله، أن تكون هناك حركة اقتصادية نسوية، هناك تكون هناك شركات خاصة تقودها النساء، لأن النساء عبارة عن طاقة متجددة وطاقة فعالة في المجتمع سواء في البيت أو خارج البيت. اليوم توجهت لنا دعوة من الدكتورة ماجدة لعمل معرض ومهرجان بمناسبة عيد المرأة العالمي، وبالتأكيد أكيد المرأة العراقية هي جزء من المرأة في العالم كله. نوجه لها تحية ونهنيها، لأن امرأة مثابرة ومثال للتضحية والبناء، تبني الأسرة، تبني المجتمع، وبالتأكيد راح نساهم في بناء بلدنا. وسوينا معرض الحمد لله والشكر نجح بشهود الكل، وعدنا في فريقنا مبدعات جدا جدا. الفريق يتكون تقريبا من 20 امرأة، قسم من عندهم موظفات وقسم الآخر لا، استقطبناهم حتى ندعم النساء الأخريات في صلاح الدين يظهرون إبداعهم ونمكنهم من زيادة الثقة في نفسهم. والحمد لله وشكر لقينا دعم من المسؤولين، ولقينا دعم من المواطنين، من النساء والرجال، ألف الحمد لله وشكر. وحاليا أحب أعرض لكم جزء من منتجات فريقنا كنساء مبدعات. هذه الأعمال كلها مصنعة محليا، هذه الملابس تطريز وأعمال يدوية، الورود صناعة محلية مع التنسيقات أيضا، كلها هذه البومة أيضا صناعة محلية، يعني أعمال يدوية 100%. هذه تحضيرات ممكن تكون هدية للأطفال أو للأم، الصناعة أيضا الملابس. حاليا نتوجه إلى شيء مهم كلش، هو العودة إلى الطبيعة. عندنا إنتاج بالفريق، إنتاج عبارة عن منتجات طبيعية من مواد عشبية وزيوت طبيعية 100%، اللي هي صوابين وسكراب ومواد عشبية منحفة ومواد عشبية مسمنة، بالإضافة إلى مواد أخرى تفيد الجهاز الهضمي وتفيد الشعر. أيضا عندنا خلطات زيوت للشعر عبارة عن خلطات طبيعية 100%، هي مكونة من 7 زيوت لتغذية وتساقط الشعر.